بعد ما قرروا بنا الحوثي وذا وخدعونا، ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا، والغلط هو مرجوع. ربي يغفر ذنوبي. حوثيين وقرروا بنا وقالوا انهم امريكيين واسرائيليين، ما لقينا الا اخوتنا المجاهدين. اخذونا بالمدارس وعملوا 14 سنه معنا مجموعه، ورجبونا في الجبهات وهربوا، هربوا المشرفين، هربوا، فلتونا وسابونا هناك. ونسالنا اخوتنا ان يسامحونا، واعتدينا عليهم، اخذونا من المدارس. عمري 16 سنه، ويعني ننصح اخواتنا، ننصح الميليشيات الحوثيه بان يرجعوا، والمغررين بهم اللي يقرروا بهم الحوثيين ان يرجعوا الى مكانهم، الى بيوتهم، الى اهلهم. اول حاجه الاطفال بيتعرضوا للاهانه وللضرب وللتجويع وللبرد، هذا كله يهون. الأطفال تعرضوا أصلا للاغتصاب في معسكرات التجنيد، أطفال كثير وحالات كثيرة مسجلة.